أيها الأحبة، يطيب لي باسمي وباسم جمعية الوفاق الوطني الإسلامي أن أرحب بكم في هذه الندوة المعنونة تحت مسمى التمييز والاضطهاد الديني في مملكة البحرين. تنص المادة الرابعة من دستور مملكة البحرين لسنة 2002 على أن العدل أساس الحكم، وعلى تكافؤ الفرص، ولا تمييز بين الناس باختلاف دينهم، باختلاف الأصل أو الدين أو العقيدة أو اللغة أو الجنس. إذا كان كذلك، فما بال تلك التقارير التي تصدر عن منظمات دولية معتمدة معتبرة عالميا، كأمثال المفوضية الأمريكية للحريات الدينية، والتي أكدت على ضرورة تطبيق جميع توصيات اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، والتي عينها الملك في السنة 11 بعد الألف، والتي تنص على ضرورة إشراك جميع مكونات الشعب البحريني في الأمن. ما بال تلك المناشدات التي تطلق من قبل شخصيات حقوقية معتبرة أيضا في البحرين، كأمثال رئيس قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين، في هذا المرصد، وهو سماحة الشيخ ميثم السلمان، والذي أكد أيضا على ضرورة إيجاد لجنة محايدة دولية مهمتها كشف إن كان قد وجد تمييز أم لا. أيها الأحبة، نحن نتساءل في هذه الندوة، هل ثمة تمييز في الأصل؟ إذا كان ثمة تمييز في البحرين، فهل هو عرضي شامل أم عمودي في قطاع معين، في مستوى معين؟ مثلا على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الطائفي والديني، وهل مجرة؟ أيضا هل ثمة فرق بين التمييز الديني والتمييز والاضطهاد الديني؟ التمييز الديني والاضطهاد الديني، هل ثمة فرق بينهما؟ ما هي وجوه التمييز ومصادقه في البحرين؟ كل هذه الأسئلة وهذه المحاور وغيرها نستمع إلى الإجابة إليها أيها الأحبة في الندوة التي سيطرحها علينا سماحة الشيخ السلمان، فاستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإخوة الحضور، الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتحدث عن ممارسات التمييز الطائفي أو التفضيل الطائفي أو الاستثناء الطائفي أو الاضطهاد الطائفي، فنحن لا نطرح هذه العناوين لكي نصنع البيئة والمناخ الذي نتحارب فيه فيما بيننا في هذا الوطن، وإنما نريد بهذه العناوين أن تنتقل البحرين من الحالة التي تعاني منها إلى المواطنة المتساوية وتكافؤ الفرص وتعزيز المساواة بين كل المكونات والتلاوين الوطنية بصرف النظر عن خلفياتها المناطقية، العائلية، الدينية، وما شابه ذلك. حري بنا وحري بالعقل الوطني أن يتعظ
من الحروب والنزاعات التي نراها من حولنا. حري بنا أن نتعظ من التجارب الإنسانية التي مرت بحروب طائفية. حري بنا أن نتعلم من الحروب الطائفية التي عصفت بأوروبا قبل أكثر من 400 سنة وراح ضحيتها الملايين، بل ينقل في بعض الدراسات أن ألمانيا لوحدها فقدت أكثر من 12 مليون نسمة في الحروب الطائفية آنذاك. والواقع الذي نعيشه، الواقع الذي تنتشر فيه الخطابات التكفيرية التي تدعو لإلغاء المختلف من خارطة الوطن السياسية والثقافية والاجتماعية، الواقع الذي نشهد فيه هدم المساجد، تفجير الأضرحة، الأحزمة الناسفة في الأسواق، التهجير الجماعي والقتل على وقع الهوية، والتحريض على الاقتتال والعنف والتمييز في العالم العربي، وتشطير المجتمعات وتمزيقها، واستمرار الإعلام في منهجيات إذكاء الكراهية الطائفية والإثنية بين الأفراد والجماعات، هو واقع مريض ومعتل لا يرضاه للعالم والبلدان إلا مرضى النفوس الذين هيمنت الفاشية والوحشية والعنصرية على قلوبهم. من الذي يتحمل المسؤولية في معالجة الإخلال بالمواطنة المتساوية، تفشي التمييز، وغياب المساواة بين كافة المواطنين؟ بلا شك هناك دور عليك وعلي. نحن أيضا ينبغي أن لا نكون سبل ولا وسائل لإذكاء الكراهية أو الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، ولكن المسؤولية الكبرى تتحملها الدولة. مفهوم الدولة مرتبط بمفهوم آخر يطلقون عليه في علم السياسة Justice Administration، إدارة العدالة بين كافة المكونات، حتى يشعر المنتمي لهذا الوطن بأن الوطن ينظر إلى كافة المواطنين على قدر المساواة. هذه مسؤولية الدولة أولا. بناء على ذلك السلطة تتحمل المسؤولية الكبرى في احتضان التعدديات ومكافحة ألوان التحريض على الكراهية وإلغاء وجوه التمييز العنصري بين كافة المواطنين. التمييز العنصري هو التمييز المبني على العنصر، أي المبني على اللون والعرق والإثنية والانتماء الديني والطائفي والمناطقي وما شابه ذلك. كل ذلك ضروب من ضروب التمييز العنصري. كما يتوجب على المخلصين للوطن من جهات غير حكومية تحصين الوطن من ألوان التمييز والتكفير والاضطهاد والممارسات غير المشروعة التي ترتكب على خلفية إثنية أو طائفية أو عنصرية. ما هي التزامات البحرين في هذا الشأن؟ البحرين ملزمة دوليا بحكم تصديقها على المعاهدات الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه في العام 2006 ولم تتحفظ فيه على أي مادة، ملزمة
البحرين بحكم تصديقها على هذه الاتفاقيات بالعمل على القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، وإنما يعانيه مكون وطني بأكمله من تمييز لا يمكن إلا اعتباره أو لا يمكن اعتباره إلا خرقا واضحا عن التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان. أي تمييز أو تهميش أو إقصاء أو استثناء أو تفضيل يقوم على أساس الانتماء الديني أو العرقي وينتج عنه عرقلة لتمتع مكون وطني بأكمله بالحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية والحريات المكفولة فيه يعد خرقا لالتزامات البحرين الدولية في هذا الشأن. ومن أهم الاتفاقيات التي صادقت عليها البحرين في عام 1990 هي الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز، وهذه الاتفاقية توجب على السلطة اتخاذ التدابير اللازمة سواء التشريعية أو المدنية أو غيرها، أي حث المجتمع المدني على اتخاذها لكي لا تقع السلطة أو المؤسسات الرسمية أو تقع الجهات غير الحكومية في ممارسات التمييز العنصري. نقطة جوهرية في هذه الاتفاقية، الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة ألوان التمييز، ركزوا أحبتي، لا تحظر فقط ممارسات التمييز وإنما تحظر كذلك التحريض على ممارسة التمييز. وربما ما نشهده في البحرين هو التفاقم والتضخم للغة التحريض على ممارسة التمييز ومباركة المباركة الإعلامية سواء من جهات حكومية من جهات غير حكومية أو من جهات لها صلات شبه رسمية أو رسمية. هذه اللغة التي تحرض أو التي يحتمل أن تؤدي إلى ممارسات التمييز محظورة كذلك بموجب هذه الاتفاقية. والصحف، الإعلام، توصيات السيد بسيوني، وأريد أن أذكر هنا التوصية رقم 1724 التي أوصى بها السيد بسيوني السلطة باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الإعلام الرسمي وشبه الرسمي وغير الرسمي في التحريض على الكراهية. أيننا من تطبيق هذه التوصية؟ أيننا من تحصين المجتمع من اللغة التي قد تؤدي إلى تفاقم مستويات الشكوك بين المكونات الوطنية وتفاقم درجات الكراهية؟ السلطة ملزمة لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن. ولا أريد أن أطيل، نرى أن الكثير يتهم بالتحريض على كراهية النظام وفقا للمادة 165 من قانون العقوبات البحريني الذي نص السيد بسيوني في توصياته أن المادة 160 163 165 169 غير متوافقة مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين. لماذا؟ لأن هذه التهمة التحريض على كراهية النظام. ما هو تعريف الكراهية؟
هل هو التعريف الذي اعتمدته الأمم المتحدة المقتبس من توصيات كامدن، مبادئ كامدن؟ والنقطة الأخرى أن هذه التهمة تعطي النيابة العامة والمدعي قدرا كبيرا من السلطة التقديرية، وهذا القدر من السلطة التقديرية إن منح إلى المدعي أو حتى إلى النيابة العامة من دون وجود نصوص قانونية تحدد الحدود فيه، قد يقع التعسف في تطبيق هذا الحكم وهذه التهمة. ربما يحلو للبعض أن يتهمكم هنا جميعا بالتحريض على كراهية النظام. المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي كفلت حرية التعبير بها إشارة في الملحق الثالث Provision C، والبحرين عندما صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لم تتحفظ على المادة 19، بها مادة واضحة أو شرح واضح في الملحق أن القوانين التي تحد حرية التعبير يجب أن يكون منصوص عليها بلغة واضحة حتى لا تطلق أحكام تعسفية، بينما في الجهة الأخرى نرى التحريض مستمر على كراهية مكون وطني بأكمله، ونحن لا نرضى لأي مكون ديني اجتماعي أو سياسي، لا نرضى باستخدام لغة التحريض على الكراهية. هناك فرق واضح بين اللغة المثيرة التي ربما لا يرتضيها أو لا أرتضيها، ولكن لغة التحريض على الكراهية يجب أن تكون محظورة لأنها تؤدي إلى نتائج كارثية في المجتمع. البحرين اليوم بحاجة لدراسة تقوم بمسح إعلامي، دراسة تقوم بمسح إعلامي لتحديد الجهات المتورطة في التحريض على الكراهية الذي يؤدي إلى ممارسات التمييز الطائفي ونشوء العداوة والشكوك بين المكونات. أنا أعتقد هذه الدراسة ضرورة، ويجب أن تكشف هذه الدراسة لكل الجهات المحلية والدولية حتى تستفيد منها، وحتى نستطيع أن نعرف من هي الجهات التي تعرقل مساعي الخير وبناء الجسور بين المختلفين وتعتاش على ضخ الكراهية بين المكونات. إننا نعتبر ممارسة التمييز العنصري بحق 65% من الديموغرافية الدينية للمواطنين، وحتى لا يقول لي أحد من أين هذا الرقم، هذا ليس إحصاؤنا ولا يوجد إحصاء دقيق، ولكن هذا التقدير هو التقدير التقرير السنوي الذي صدر في العام الماضي للحريات الدينية من وزارة الخارجية الأمريكية، أن المواطنين الشيعة يمثلون 65% من الديموغرافية الدينية للمواطنين وليس للبحرين. ممارسة التمييز العنصري بحق 65% من الديموغرافية الدينية للمواطنين هو انتهاك جماعي يحرم البحرين من الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وفي هذه الظروف التي نعيشها أصبح التكسب بالمقالات التي تعزز الكراهية
بين الطائفتين الكريمتين الشيعة والسنة مهنة غير شريفة يزاولها البعض للأسف الشديد، وهذا مؤسف للغاية. مرتزقة الفتنة الطائفية الذين يعتاشون بحناجرهم وبأقلامهم ومنابرهم على إثارة الكراهية بين الشيعة والسنة في البحرين مفلسون أخلاقيا وطنيا قيميا ودينيا، وهم الأفاعي السامة التي تهدد أمن الوطن. ومن هنا نؤكد أن التصدي الجاد لمشاريع تمزيق اللحمة الوطنية وتعزيز الكراهية والتشظي بين المواطنين واجب وطني وديني وضرورة تقتضيها مصلحة البحرين والمنطقة والعالم، ونحن ماضون في هذا الالتزام حبا في البحرين وحبا للخير لكل العالم ولإيماننا العميق بقيم العدالة والمساواة، وهو ما يتوجب على كافة المواطنين السعي من أجل نقل البحرين إلى أمن المواطنة المتساوية واستبدال التمييز الطائفي بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة المتساوية، وذلك لكونها ضرورة وطنية لا تقبل التأخير أبدا، لا تقبل التأخير أبدا. غير أن ما نعاني في البحرين تجاوز حد التمييز، تجاوز حد التمييز. التمييز وفقا لتعريف الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة ألوان التمييز هي أي تقييد أو استثناء أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو العرق أو اللون أو ما شابه ذلك اتجاه مجموعة وطنية أو قومية، ولكن الاضطهاد، وهنا أريد أن أقرأ تعريف الاضطهاد. الاضطهاد يعتبر من الجرائم الإنسانية، والاضطهاد يتجاوز حد التمييز والتفضيل والاستثناء وعرقلة التمتع بكافة حقوق الإنسان والحريات العامة على قدر المساواة. الاضطهاد يتجاوز هذا الحد، وتعتبر المادة السابعة من النظام الأساس لمحكمة الجنايات الدولية الاضطهاد جرما بالنص التالي: اضطهاد أي جماعة محددة أو مجموع من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو إثنية أو دينية، ومن المسلم في القانون الدولي أن الاضطهاد جريمة لا يجيزها القانون. إن حرمان المواطنين على خلفية انتمائهم الديني حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان يعد جريمة، وحرمان المواطنين من الحقوق السياسية والاجتماعية والمدنية أو من التمتع بكل الحقوق والحريات المكفولة في الشرعة الدولية بصورة عمدية ومع سبق الإصرار والترصد كذلك يمثل جريمة. ولذلك
عندما يشعر المواطن أن نشاطه المدني والسياسي والديني والاجتماعي والرياضي والفني والمسرحي يواجه حرمانا متعمدا أو عرقلة متعمدة، فإن ذلك يؤكد وقوع الاضطهاد إن استطاع أن يبين من خلال الدلائل والوثائق أن تعطيل التمتع بالحقوق إنما جاء بإصرار وبترصد. ولا يمكن أحبتي أن يلام من يستشعر أنه محروما من الحقوق بسبب انتمائه الاجتماعي أو الديني. لا يمكن أن يلام إن طالب بالمواطنة المتساوية، بل العالم كله يقدره حق التقدير إن كان يركز في خطابه على هذا الإخلال العام بالحقوق ويطالب بالعدالة المتمثلة في المواطنة المتساوية. المواطنة المتساوية لا غنى عنها، ولا يسع محبا للبحرين أن يتنازل عن هذا المطلب، لأن البحرين لن تنعم بالأمن الاجتماعي والاستقرار المستدام إلا بالانتقال للمواطنة المتساوية. وهنا أريد أن أشير إلى مسألة جوهرية. حل سياسي أي كان هذا الحل لا يعالج سياسة الإخلال بالمواطنة المتساوية لن يصنع الاستقرار المستدام. أي حل سياسي لا يعالج الإخلال بالمواطنة المتساوية لن يصنع الاستقرار المستدام الذي نتطلع إليه جميعا في بحريننا الحبيبة. ولذلك أريد أن أؤكد في الختام أن المواطنة المختلة هي أم الأزمات في البحرين منذ عقود. لاحظوا العرائض ولاحظوا المطالب التي رفعت في 1919، في الثلاثينيات، في الخمسينيات، في السبعينيات، كلها تشير إلى الإخلال بالمواطنة المتساوية. تنظر لحل سياسي، تفكر في حل سياسي، ترغب في حل سياسي، وفقك الله في مسعاك، ولكن إياك أن تتجاوز جوهر المشكلة. وجوهر المشكلة في الكثير من الأزمات التي رأيناها في الماضي والتي ربما نراها تتفجر في المستقبل، ونحن لا نرغب في ذلك، بل نرغب في استقرار مستدام في هذا الوطن. الأزمة الحقيقية هي الإخلال بالمواطنة المتساوية. فالبلاد بحاجة لحوار حقيقي يفضي لجعل المواطنة المتساوية ركيزة ثابتة لصناعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي المستدام في البحرين. أما عن وجوه الاضطهاد والتمييز، فما أكثر هذه الوجوه، ولا يكاد جانب من جوانب
الحياة المدنية يخلو من أمثلة واضحة. ولربما البعض يسأل ما هي الأمثلة، ولا أريد أن أشير هنا إلى الحقوق الدينية، لأن الكثير من الحقوق الدينية لازلنا محرومين منها. اتفاقية اليونسكو التي صادقت عليها البحرين تنص أن أولياء الأمور في المدارس من حقهم تعيين المناهج الدينية للطلبة، وتوجد لدينا مدارس المكون الوطني ممن يتعبد بالمذهب الجعفري يشكل في المدرسة 99%، ومع ذلك تعليم الفقه الجعفري محظور، وهذا مخالف لالتزامات البحرين الدولية. ولكن لا نريد أن ندخل في هذه الأمثلة. حتى أحبتي على مستوى النشاط الرياضي، لو رأينا مسح للموازنات الرسمية للأندية الرياضية وقارينا بين موازنة الأندية التي تكون في المناطق التي يغلب عليها تكوين المكون السني الكريم الذي دائما وأبدا سوف نبقى ملتزمين ومطالبين بحقوقه ومطالبين بالتعاطي معه ومع كافة المواطنين بصرف النظر عن التلاوين على قدر المساواة. ولكن الأندية في المناطق التي يغلب عليها السكان من المواطنين الشيعة، انظروا إلى موازنة الأندية وقارنها مع أندية أخرى. التعرض للهجة البحرانية الدارجة التي تمثل 65% ما أقل أو أكثر من اللهجة المستخدمة في البحرين بين المواطنين، انظروا إلى التعاطي معها في الإعلام الرسمي. كيف يتم التعاطي مع هذه اللهجة؟ وجوه عديدة ومصاديق عديدة لن أتعرض إليها الآن، بل سوف أفتح المجال للمداخلات بعد شكركم على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لكم.